هل في النص كده رايح على السلم فهات لنا مثلا 2000 جنيه 5000 جنيه دفعه مقدم مش عارف قصه نعمل عقد بكذا بناخد رسوم كذا، هل في حاجات اضافيه ولا رقم لا. مقطوع؟ لا رقم مقطوع. حتى لو في اجراءات تسجيل او اعلى رصيد مدين او اي عمولات، كل ده داخل جوه ال 3%. يعني 3% دي شامله كل شيء. شامله كل شيء. هو طبعا البنك ما بتحاسبش ب 3%. نعم. خلينا واضحين. الفارق ده سعر السوق. ايوه. الفرق ما بين سعر السوق وال 3% الحكومه والبنك المركزي يتحمله. نعم. فانا عايز اقول ان التكلفه اللي الحكومه والبنك المركزي يتحمله تكلفه ليست بالصغيره. كام في 30 سنه؟ جدا. يعني لو قلنا بحسبه بسيطه ان المبادره هيتم استهلاك ال 100 مليار على 5 سنين تقريبا، يعني استخدامها، وبعد ال 5 سنين عاشت كل الناس، انا بتكلم على ناس تمتعت ب 30 سنه عشان بس المثال يبقى واضح. بتتكلم سيادتك على دعم في ال 30 سنه لا يقل عن 120 مليار. 120 مليار. يس. ايوه. بيتتحملهم البنك المركزي والحكومه؟ بالظبط يا فندم. بالظبط. طيب ده ايه؟ ده لو سعر الفايده لم يتغير. يعني احنا يعني المثال اللي بضربه ده على اساس انه 30 سنه استفاده سعر الفايده دون تغيير عما نحن فيه الان.